وسهلا بكم في الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي، فقرات منوعة كتسناكم فيها مجموعة من الأفكار من الاقتراحات من الحيل ديال الدار، والأهم على أنه اليوم مرافقني خبيرة الموضة مصممة الأزياء للا خديجة الحجوجي. أهلا وسهلا بك للا خديجة. أهلا عفاف، وأهلا بالطاقم التقني اللي كيرافقنا والمستمعين والمستمعات، وعواش مباركة مسعودة، الله يخلينا على خير يا ربي إن شاء الله، وكل عام وأنت بألف صحة وسلامة للا خديجة. شكرا لك، أنيقة ما شاء الله عليك في العادة. فاليوم إن شاء الله للا خديجة غادي نجاوب على مجموعة من الأسئلة اللي عندها علاقة بالموضة، جات من عند المستمعات وكيتسناو الإجابة عليها من عندك. فاليوم وللا خديجة تعرفي أنه كاين بزاف ديال المستمعات اللي كتقول لك أنا مثلا راه عندي توب راه تقريبا عام وهو في البلاكار، وكنتسنى لأنه ما حالفنيش الحظ قبط لي الخط، وكنتسنى للا خديجة الذوق ديالها باش نخيط. مرحبا داك القطن ولا الجلابة. اليوم إن شاء الله غادي نجاوب على كل هذه الأسئلة. فقرة بريكولاج اليوم فيها مجموعة من الأفكار ومن الاقتراحات وصلتنا من عند نعيمة، من عند بشرى المداني، وكذلك من عند أم إيمان. فإن شاء الله اليوم غادي ندرجوا كل أفكارهم واقتراحاتهم، وما نسوش أم مريم مشكورة ما شاء الله عليها من المستمعات المجتهدات اللي دائما كيجتهدوا وكيوضعوا أفكارهم واقتراحاتهم في صفحة البرنامج. فغادي نمشيو على بركة الله للا خديجة وغادي نجاوبوا على مجموعة من الأسئلة. أول سؤال غادي نبداو به كان من عند ربيعة من مدينة مراكش. ربيعة قالت على أنها بغات تصيب شي قفطان الأم ديالها، فهي عندها توب ديال الحرير هو اللون ديالو بلون كاسي وفيه وريدات بالغري بالرمادي، فهي سولاتك على الخياطة وبغات لها قفطان بالحزام. نعم، في هذا القفطان ملي قلت لي عليه هاد الأتواب وهاد الألوان أنا ديجا دايز في يدي وخدمت هاد الشكل، فكنقترح على اولا دير قفطان من التحت في البلون كاسي وتخدم لبسه من الفوق نص طوق بزواقه بلديه الدولار والكوزه والدبانه، ودير له حزام ديال طرز نطاح في الحرير وما تدخلش تقلي نهائيا. واخا نمشيو هاد المره لسؤال اخر كان من عند زهيره. زهيره كانت سولات على قفطان ديال المبره يكون خفيف الحضور، هي البشره ديالها قمحيه وخدات توب ديال المبره اللي هو بلو سيال، فكتسول على الخياطه كيف غتكون الخياطه خفيفه. اولا غدير له قميص من التحت ديال الحرير او لا ساتان دو سوا او لا الكريب جورجيت الرقيق من التحت، وغادي تخيطوا واحد جوج زويقات في لي دو كوتي من جناب، سوا دير طرز رباطي ولا زواقه بلديه وتنبتها، والحزام يكون مخدوم بنفس الطريقه ديال الخدمه. لا بغا دير شي زواقه في الظهر فماشي مشكل. واخا نمشيو هاد المره للسؤال ديال ام عاد. كتسولك للا خديجه بالنسبه للبسه ديال العروسه الا كانوا فيها 3 بياس واش ممكن نزيدوا السلهام من الفوق، واش من شكل ديال السلهام؟ علاش هي قالت على انه شافت جوج ديال الشكل وبزوجهم عجبوها، السلهام اللي معروف كيتحط غير على الكتاف من الفوق، ولقات واحد الشكل اخر اللي ممكن كنديروا فيه اليدين ديالنا يعني بحال لا كنلبسوه، وقالوا لا هذا هو الفاشن دابا هو اللي دارج. واخا يكون هو الفاشن فكنقترح عليها دير القفطان الزماني اللي كيتحط على الكتاف، السلهام اللي كيتحط على الكتاف، لا يتحط على الكتاف لان ديجا عندها لبسه ثلاثه بياسات، ولا جات دارت داك السلهام اللي كندخلوا فيه يدينا غادي شويه يديرونجيها، فدير السلهام اللي كتحط على الكتاف وتكروشيه من الكتاف بيد ما جلست في المنصه ديالها السلهام، فهو دائما كيبقى نخوى السلهام. نمشيو هاد المره لسؤال اخر كان من عند دليله. دليله قالت ان شاء الله عندها مناسبه ديال الطهاره ديال وليدات عندها زوج توام، وكتسولك للا خديجه شنو اللبسه اللي تقدر تخيط هي؟ نعم، بالنسبه للمخاتم دائما كدير اللون الاخضر القصبي البلونكا هاد الالوان المفتوحه كنقترح عليها دير اللون الاخضر ولا مفتوح او مغلق، هي كتشوف على حسب البشره ديالها، دير البروكار او دير المبره وتخدمهم بالسقلي والبيغلاج وتلبسهم ان شاء الله في المناسبه ديال وليداتها. واخا نمشيو لسؤال اخر هذه المره كان من عند ياسمين. ياسمين اللي خديجه قالت في العمر ديالها 38 سنه وهي عند العرس ديال الاخ ديالها قرب ومازال ما خيطات حتى شي حاجه. المشكل اللي عند ياسمين قالت هي دائما كتلقى بحال عندها واحد العيب في الفصاله، بحيث انه عندها هي تراكم ديال الدهون وعندها الوزن نزيد بزاف يعني في الجهه التحتانيه على مستوى الارداف بالخصوص، فقالت دائما كتلقى مشكل في التوب اللي كتختار، مشكل في الفصاله، فبغات شي نصيحه من عندك. اولا بالنسبه لياسمين غادي نشوفوا اللون دابور، غادي نختاروا لها واحد اللون اللي هو مغلق، يا اما هي بالنسبه لها يمكن الا ما قدرتش تلبس الاسود في المناسبه دخوها نقول لها تلبس موف مغلق ولا لوبيرجين اللون ديال بنجال بنجالي الالوان المغلوقه، وغادي نفصلوها سيركولير لبسه غتفصل سيركولير، انا ملي كنفصلها سيركولير كتجي كلوش كتعطينا شويه اتساع من جهه الارداف. أيه. وما تخافش منها انها تبينها غليظه ابدا، ما غاديش تبان غليظه، وتلبس واحد الطالون ودير لبسه دو بياس من لو ميم من نفس الثوب كريب جورجيت ولا الكريب موسلين ولا اللي غادي
واخا في المستطاع ديالها. من بعد سؤال ديال ياسمين هاد المره نمشيو للسؤال اخر اللي هو كان من عند هاجر سولاس من مدينه فاس كتسولك لاله خديجه على العقده ديال البلوطه. سولاس واش هاد النوع ديال العقده كيجي غير في الجلابه اولا نقدروا نديروه في القفطان؟ هي سولاس بالخصوص بغاتو القفطان. هو كيجي في الجلابه وكيجي في القفطان. الا بغينا نديروه في القفطان كنخدموه الشكل شويه غليظ واحد الان سنتيمتر وكنهبطوه غير نص طوق. ملي كنخدموا القفطان كنهبطوه غير نص طوق ما كنديروه لا في الكمام ولا كنهبطوا به اللبسه لا والو. فهنا كتبان لنا الخدمه ديال العقده ديال البلوطه مزيان. ولا بغينا نديروه في جلابه طبعا الحال غادي نديروها صغيره وغنديروها غير ديال الحرير. واخا اذا على ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم وبرنامجكم سيداتي سادتي مازال مستمر متواصل معكم. غادي نمشيو هذه المره لفقره بريكولاج بمجموعه من الافكار ومن الاقتراحات. واول اقتراح غادي نبداو به اليوم من عند ناعمه من مدينه فاس. فناعمه كتقول لي اختي عفاف انا عندي اقتراح بالنسبه للحريره عوض ما كندوروها بدقيق الفورس يجربوا المستمعات هذه المره يدوروها بالسميده الرقيقه ديال الشعير فهي كتجي الد والاهم على انها كتجي صحيه اكثر. غادي نمشيو لاقتراحات هذه المره من عند بشرى المدني اللي كتقول هادو كلهم حيل انا جرباهم وبغيت نفيد بهم كل الأوفياء ديال البرنامج. اول حاجه كتقول الوقت اللي كنبغيو نقليو الحوت دائما في ديك المقله مع الزيت كنديروا واحد ربع ديال الحبات ديال الزيتون. فهذوك الحبات ديال الزيتون ما كيخليو الريحه ديال القلي ما كتشموهاش نهائيا عندكم في الدار لانه هما اللي كيمتصوا ديك الرائحه في الزيت. فكتقول جربوها وغادي تشوفوا. عطاتنا اقتراح اخر بالنسبه للمعطر بعض المرات اللي كنرشوه مثلا اما المعطر اللي كنمسحوا به الارضيه ولا اللي كيترش. غالبا ما كاين سيدات اللي كتقول لك غير كندير داك المعطر 5 ولا 10 ديال دقائق وما كنبقاش نشمو نهائيا. فشنو كتنصحنا هنايا بشرى؟ كتقول دائما المعطر الا كنا مثلا هو خاص بالتنظيف كنمسحوا به الحيوط وكذلك كنرشوه على الحيوط. علاش؟ لانه كتقول الحيوط هما اللي كيشدوا الريحه ماشي الارضيه. فكتقول جربوها وهكذا غتبقاو تشموا ديك الرائحه ديال المعطر عندكم في الدار مده اطول. عطاتنا بشرى اقتراح اخر كذلك كتقول بالنسبه للانجيت اللي غالبا ما كنستعملوهم الوليدات وكنمسحوا لهم بهم جربوا انكم تنظفوا بهم السوارت ديال الضوء خصوصا الا كان اللون ديالهم ابيض وكيبانوا فيهم الاوساخ فكيعطي واحد النتيجه هائله وكيرجعوا نقيين بزاف. نمشيو هاد المره لاقتراح اخر من عند ام ايمان وكذلك الاقتراح كان من عند ام مريم كينصحوا كل المستمعات اللي بعد مرات كيشموا الرائحه عندهم كتبقى في الثلاجه فهي كتقول على انكم جربوا تاخذوا البطاطا نقيوها ومن بعد حطوها عندكم في الباب ديال الثلاجه. فهذيك البطاطا بدون القشره ديالها يعني كتكون منقيه الوقت اللي كتحطوها في الباب ديال الثلاجه ما كتبقاو تشموا حتى شي رائحه نهائيا. وكنعرفوا انه في الثلاجه كتكون مواد الغذائيه اللي هي مختلفه هذه خضراء هذو مثلا مشتقات ديال الحليب وهذ الامور كامله فداك الخلط اللي كيوقع كيعطي واحد الرائحه اللي ما كتكونش زوينه في الثلاجه نهائيا. هادشي علاش كتنصحنا على انه كناخذوا البطاطا من بعد ما كنقيوها كنحيدوا ليها القشر ديالها وكنقطعوها طريفات كنخليوها في الباب ديال الثلاجه باش كتبقى تمتص الروائح كامله. شكرا لكل المستمعات الكريمات ام ايمان ام مريم بشرى المدني نعيمه من مدينه فاس على كل افكارهم واقتراحاتهم اليوم اختاروا انهم يتقاسموها ويتشاركوها معنا في الحلقه ديال اليوم. غادي نمشيو هاد المره نتواصلوا مع ام حفصة على الخط من طنطان. اهلا وسهلا بك ام حفصة. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله ام حفصة بخير. الحمد لله مرحبا بك خديجه انا معجبه بها بزاف. ربي يخليك لنا مرحبا احنا كنا معجبين بلا خديجه ام حفصة يخليك شكرا الله يبارك فيك. انا عندي العرس ديال اختي ان شاء الله في 4 اييه وبغيت نخيط تقسيطين ان شاء الله وجليبه اييه والتقسيطه عندي ثوب مبرة احمر وفيها بغيون وانا بيضاء عمر ديالي 20 سنه مزوجه وعندي جوليدات ولكن عندي مشكل عندي منطقه الارداف عندي شويه. أيه. عندك الوزن زايد؟ عندي الوزن زايد بخصوص الارداف. اي والطول ديالك ام حفصه شحال تقريبا؟ متر و64. ايه واخا بالنسبه للجلابه خديتي توب ولا مازال؟ مازال ما خديتيش. واخا شكرا لك ام حفصه وربي يكمل بالخير ان شاء الله على الاخت ديالك. شكرا لك. اذا لاله خديجه اللون الاحمر هائل جدا وغادي يواتيها لان هي بيضاء نعم. وفيه البغيون غادي تشوف البغيون اللي فيه واش مايل للصق اليساري او للبيض. اذا كان الصق اليساري مايل داك الصفوره غادي دير الصق اليساري تخيطو بالصق اليساري ودير له بالبيرلاج وديرو ايفازي ديروا ايفازي باش تغطي داك المنطقه الارداف تهبط بالايفازي من جهه لاطاي وهي غدا وكتعرض في القفطان حتى لتحت باش يجيها مزيان ويغطي ديك المنطقه اللي عندها هي اللي كتشكى منها. وبالنسبه للجلابه كنصحها تاخذ توب الكريب كريب دو شين او لا المهم لك ان كريب لان الكريب لا توندونس ديالو دابا ورجع بزاف ورجعنا كنديروا حتى في الباسي
كريب اخر يكون كريب دو شين رجعنا كنديرو في لي توني بوركو با وديرو جلابه وتختار واحد اللون اللي هو شويه مفتوح موف كلير ولا خضر ولا بيستاش ولا انا تبارك الله على بيضه كاع الالوان غيواتيوها وتخيطها بالروندا ولا ترزها بترز رباطي بليه. نمشيو هاد المره من بعد ام حفصه من طنطان باش نتواصلوا مع ام ايوب على الخط من قول ميم. اهلا وسهلا بك ام ايوب. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بناس قول ميم. اهلا بك ام ايوب. اخت عساس هادي مرحبا بك. بارك الله فيك. بالنسبه للاخت خديجه الحجوجي على واحد القفطان ديالي. مرحبا. اييه واحد القفطان خيطته هادي بالصفيفه فيها الضفيره بالصقلي سميتو بالصقلي والفضه والفضي وفيه لي زستراس في اليديات. وسميتو وهنا في الصدر ديالو هذوك لي زستراس شنت فولية التوب ديالو. ودابا بغيت نعرف زعما شي حل ليلا كاين ليه. نعم لالا. اشنو البلاصه اللي بالضبط وقع فيها هذا المشكل؟ اشنو البلاصه بالضبط؟ الصدر. الصدر البلاصه ديال الصدر. اييه مع دابا اللي يدين مني كنهز هكا كتبقى دير الفولار ولا شي حاجه. اييه نعم ام ايوب. بالنسبه لذاك لي ستراس نقدروا نحيدوه يتفدق ويتحيد ما يبقاش في القفطان نهائيا. ونعوضوه بواحد الدارة ديال السفيفه اللي تكون قد داك لي ستراس ونتفاداو كاع لي ستراس دائما اللي كيشنتف اولا الحجر اللي كيشنتف حجر السيبور اللي كيشنتف نتفاداوه دائما ما نديروهش في القفطان اولا في اللباس اللي غنديرو لان قد اللي حنا خدمنا وقادينا وتعذبنا ملي كنحطو شي حجره كتشنتف فكيمشي لينا كلشي هباء فعلا كتولي اللبسه نعم. كامله بحال ضاعت اللهم نديرها بالصفيفه ولا داك لي ستراس اللي غادي يخسر لي اللبسه. واخا من بعد ام ايوب من قول ميم غادي نبقاو في قول ميم دائما وهاد المره غادي نتواصلوا مع فاطمة الزهراء على الخط. اهلا بك فاطمة الزهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا فرحانه اليوم الناس تقول ميم بحال فهم لحظه مع المصممه ديالنا. مرحبا مرحبا بالناس تقول ميم. بارك الله فيك صباحكم مبروك بعدا. الله يبارك فيك على الله. فرحانه ان قبط لي الخط. مرحبا بك فاطمة الزهراء. عندي عافاك واحد جوج استشارات الى جيت على خط. ان شاء الله شهر واحد عندي العرس ديال اخت راجلي. وانا دابا يعني عامين هادي باش تزوجت وفي المناسبه ديالي كنت وجدت جوج دلباسي يعني بحكم الخدمه ديالي وهذا ما كنتش كنحضر بزاف المناسبات وبغيت نعرف واش انهم يعني نقدر نحضر بهم ولا نشوف نفصل شي حاجه اخرى. فاش كنت عروسه كنت درت قفطان خضيدر خدمته بالتعصاب وهذا والثوب اصلا هو كله يعني فيه العقيق وهذا ولوستي ان شاء الله غدير يعني حنه وبراز واش يمكن ليا نلبسو. واللبسه الثانيه اللي عندي عندي يعني الثوب ساتا خفيف في البلوسيال درت قفطان بالصايه ديالو والصايه ديالو داك الثوب اللي درته بالصايه يعني حتى هو بلوسيال وفيه لي زاستخاص كله بالنحاسي. والخياطه خدات ليا الكاترفيل خدمته ليا في الصدر وفي اليدين ودارت ليا فيه العقيق تقريبا في اللون ديال داك العقيق اللي في الصايه ودارته ليا في الحزام. وبغيت نعرف واش هذا الشيء باقي دارج على الموضه ونقدر نحضر فيه يعني في مناسبه اقرب الناس ليا ولا نشوف نفصل حاجه اخرى. لا فاطمة الزهراء اللبسات باقي لا توندونس لان ديجا عامين راه ماشي شي حاجه كثيره ولبساتك باقيين جداد وزوينين وخاسره عليهم الفلوس فاييه لبسيهم. لبسي القفطان النهار ديال الحنه والنهار الثاني غتلبسي فيه اللبسه ديالك بالصحه والراحه. مع العلم انني انا يعني بشرتي قمحيه يعني سمراء ورقيقه وطويله. هاد الالوان اللي قلتي غادي واتيوك والقفيطنات واللبسه اللي عندك راه مازال في المستوى وتلبسيهم. الا بغيتي حاجه وحده تغيري الفولار او لا صباط او لا شي اكسسوار ولا تزيدي عليهم شي اكسسوار صافي لا اقل ولا اكثر وبصحتك ولبسي حويجاتك وتمتعي بهم. شكرا لك فاطمة الزهراء كنتي معنا من قول ميم. هاد المره غادي نتواصلوا مع ربيعه على الخط معنا من مدينه مراكش. اهلا بك ربيعه. مرحبا بك ربيعه. اهلا وسهلا. كدير لاله خديجه. مرحبا لاله ربيعه الله يبارك فيك. لا عقلتي اذا كنت طوكيت معاك نهار داك الاربع اللي فات على حسب القصه اللي قلت لك الوالده. اييه بلونكاسي عرفتي سمعتكم هضرتوا عليه في الاول الحلقه. اييه البلونكاسي اللي بالكري. دابا داك النهار تسالي اثنين ندير عاوتاني اليوم ما سمعتو ما بقيتش فهمت والو. ما سمعتيش اليوم نعاودوا لك. لا لا قلتي لي نهبطوا بالصفه رقيقه حتى لتحت وندير لي نصطوق بالدب
ايه بالدولار ودبانا وكوزا ايه ايه قلت لي ما نديرليش ما نديرليش لي السقلي ايه قلت لي ندير لي سميتو الحرير وداك الشيء اللي قلت الخياط ودابا قلت وقلت لي الصمطه واش الصمطه دوك الطماط ديال الصم ديال ماشي الصم ولكن يكون بالحرير طرز نطع بالحرير موجودين في الاسواق نعم بالحرير ايه والخدمه غتخدميه بالكري لان دوك غتخدميه بالكري باش يخرج لان بلونكاسي هو الارض غتخدميه بالكري والحزيم غديريه بالكري راه موجودين هاد الحزيمات موجودين لا داكشي اللي قلت الخياط انا قلت قلتي مطاع مطروز قلتو قال لي راه نتاع الصم ومطروزين ايه مطروز بطرز نتاع بالحرير ماشي السم غير اللون اللي نخدمو انا ما بقيتش عقلت قلت الخياط شنو دير ولكن اللون ما قلتيش ليا اللون اه ما قال هو باش خدمو باش خدم القفطان الخياط ديك الاربع اللي قلتي ليا مشيت عنده في العشيه وحطوا ليه صافي وما بقيتش عطلت عليه ولكن اليوم غادي نعاود ندوز عاود اكدي عليه الا كان باقي ما بداش الخدمه اولا كان يلاه عمر الصفايف يدير الخدمه الكوزه والدولار والدبانه بالكري باش ديري الحزام بالكري والصفات بالكري الا كان حط سيفا بلونكاسي ماشي مشكل يدير سيفا بلونكاسي ويدير العقيدات بلونكاسي ويجي للزواق يقدر يديرو في الكري ماشي مشكل شكرا لك ربيعه توصل الى كان حط السيفه الا كان باقي ما حطاش يدير كلشي يدير كلشي كري نعم نمشيو هاد المره نتواصل مع ام ادم على الخط من مدينه مكناس اهلا بك ام ادم اهلا اختي عافاك هذه مرحبا بك ام ادم نهار كبير هذا من الخط مرحبا بك وحنا نهار كبير سمعنا صوتك اليوم ام ادم تعرفي في الكواليس يلا كنت كنتكلم انا وليلى خديجه وكنقول لها يا ريت المستمعات اللي انا عارفه انهم كثار اللي عندها توب ولا عندها لبسه مده عام وعامين وهي مازال في البلاكار باش تاخذ الذوق ديال لاله خديجه مرحبا لالا مرحبا بك ام ادم كي دايره المصممه ديالنا الله يبارك فيك لالا الله يسلمك الله يبارك فيك شكرا نتصل معك خديت مصممه واحد الثوب ديال البرد ديال هذا البرد هذا فيه الكحل ديال الغوز بارد فيه الكغير وبغيت نخيطها ما عرفت بغيت نديرها في البرد مع البوط ما عرفت ندير اي فازي انا ما عامره ما ضعيفه واللون ديالي بيضاء ما عرفت الخياطه وهذا الثوب مليفه اش من ثوب هذا اللي خديتي يلا هذا البرد قال لي واحد ثوب ديال البرد ثوب غليظ ديال البرد مصوف ديال البرد ما غليظ ما رقيق ديال هذا البرد ديال نعم بغيت نديرها مع البوط ما عرفتش الصلاه ما عرفتش ندير نعم لالا نعم نجاوبك ام ادم واخا ام ادم نجاوبو على سؤالك شكرا لك تواصلتي معنا من مدينه مكناس تفضلي لالا خديجه بالنسبه للجلابه ديال ام ادم غادي ديرها قصيره شويه وديرها ايفازي غادي دير فيها 45 في الربع ديال الجلايل وديرها قصيره على قد لي بوت باش تمتع بها ملي تلبس لي بوت يبانوا لي بوت هذا هو وديرها بواحد نص دايري اولا سفيفه وعقيدات صافي اولا الا بغات تعاد دير راندا ولا فالاختيار كيبقى لها بالنسبه للفصاله ديرها ايفازي وقصيره باش يبقاو يبانوا لي بوت ودير الايفازي 45 في الربع وغادي نرجعوا دائما نواصلوا حلقه اليوم في برنامجكم سيداتي سادتي رفقه خبيره الموضه مصممه الازياء لاله خديجه الحجوجي واكيد لقاءنا مازال معكم ان شاء الله حتى واكيد رجعنا على ميد غاديو دائما برنامجكم سيداتي سادتي مرحبا بتواصلكم معنا على 05 22 46 72 50 51 او 52 ما تنسوش الرقم 50 80 كتبوا كلمه ماد خليوا فراغ صغير وبعثوا بسؤالكم للرقم 50 80 كل اسئلتكم اللي عندها علاقه بالموضه اليوم كنجاوبوا عليها رفقه خبيره الموضه مصممه الازياء لاله خديجه الحجوجي غادي نمشيو هذه المره وفي مكالمه باش نتواصلوا مع عائشه على الخط معنا من شيشاوه اهلا وسهلا بك عائشه اهلا السلام عليكم لاله وعليكم السلام ورحمه الله كبيرة لالا بخير مرحبا بعائشة كبيرة لالا خديجة الله يبارك فيك مرحبا بالله عائشة من شيشاوة أهل أنا خديت واحد الثوب هادي عام هادي وأنا كنتسنى نتصل بكم وقيلة كون ردي موضة هاد الثوب هذا لا 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 واخا يدي موضة إن شاء الله لا فصلنا وخيطنا ما يبقاش دي موضة بارك الله فيك أختي عندي واحد الثوب ديال الجوهرة الكحل وبغيت ندير به شي جلابة للحضور وما عرفتش شنو ندير معاه لتحت لا هذا واش دابا دور ولا ما اللون الكحل الاسود ايوا شتي دابا عائشه هاد الثوب خزنتيه حتى ولا لا طوندونس ديالو عاد ماشي دي موضة عاد ولات لا طوندونس جوهره كلشي كيلبس جوهره واه صح صح راحه نعم عائشه نجاوبك بالنسبه للجوهره دائما كيف ما كنت نقول في الحلقات السابقه جوهره دائما تناخذوا لها واحد القميص من تحت يكون ساطع ولا شي حاجه باش لان الجوهره دائما راه كتبين بينهم ونخيطوها بالرنده
وبالنسبه للاسود دائما كندخلوا فيه واحد جوج ثلاثه الالوان اولا كنديروا فيه السقلي على حسب لاش بغاتها هي تحضر بها ولا بغات لي جوغ ولا بغات كنديروا ليها ثلاثه ولا اربعه الالوان صفار خضر احمر باش كنخرجوا داك الاسود اولا كنديروا السقلي بيض ولا السقلي صفر وكنديروا القميص من التحت كتجي هائله. واخا نمشوا هاد المره من بعد عائشه من شيشه هو باش غادي نتواصلوا هاد المره مع يسرى على الخط معنا من شمال المغرب مدينه طنجه. اهلا بك يسرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله عليك الله يحفظكم. الله يبارك فيك. مرحبا بك يسرى. أنا عندي واحد الاقتراح. أنا يعني عندي إن شاء الله قريب لي العرس وبغيت نخيط تكشيفة يعني ما بغيت دابا نشري لا الثوب حتى شي حاجة حتى نسول خبيرة الموضة يعني شنو الثوب غنشري ويعني وكيفاش غنعمل لها. وهذا سؤال ماشي اقتراح يسرى. مرحبا بك. اسمح لي. شوف أول حاجة يسرى شحال في العمر ديالك؟ 19 سنة. 19 سنة والوقت ديال العرس فوقاش غيكون؟ عندي شهر 8. في شهر 8 واخا. وعندي وعندي واحد جوج ديال القفاطن جوج ديال الثيابات ديال مليفة واحد في السومو واحد في الويمي. واحد في السومو والثاني؟ في الويمي. شنو في يعني في لورونج؟ لا في الليمي داك الخضر ماجي الليمي. داك اخضر بارد ولا مغلوق؟ لا مغلوق. مغلوق اييه. انا بيني اخضر ملكي. اييه بحال اخضر الملكي واخا. هادو مازال شنو الخياطه ندير له الخياطه في حيت غنديروا معايا قطنا في الدار من هيدا الخراج وغير يسرى فكرينا بالثوب الاول اللي كنتي سولتي عليه. نعم الثوب الاول اللي كنتي سولتي عليه هذا بغيتيه لبسه. اللبسه ديال التكشيطه ديال العريسيه ديالي يعني كيفاش نعمل لها مازال ما شريتش. مازال ما شريتش. انا بغيت نشري لا ثوب لا حتى شي حاجه حتى نسولكم الصوبه. مرحبا. اللون ديال البشره ديالك يسرى بيضاء سمراء؟ اسمي مرشبيه. اييه قمحيه. ماشي مغلوقه ماشي بزاف. نعم. واخا يسرى شكرا لك تواصلتي معنا من طنجه وربي يكمل عليك بالخير ان شاء الله. تفضلي لاله خديجه المناسبه غتكون عندها في شهر 8 ان شاء الله. الله يكمل عليها بخير. يسرى غادي تديري لبسه ما عرفتش واش عندها شي لباسي وحدين اخرين اولا غير هذه هي اللي غتكون عندها فكنفضل انها دير واحد اللبسه مغلوقه لان ما قالتليش واش عندها لباسي مفتوحين ولا المهم غنقولها دير لبسه مغلوقه دير البلوغوه. بلوغوه. البلوغوه كيجي هائل جدا بالنسبه للعروسه وكتبان العروسه مع لي زاكسيسوار وديرها بالسقلي بيض بالسقلي بيض ودير لي زاكسيسوار بيضين وبالنسبه للثوب تاخذ الكريب كريب جورجيت أولا الكريب دغا في هاد الأتواب كلها تطلق لشهر 8 دير تيسوي في الويد أتواب اللي هي طايحة وغتخيطها بالبلوغوا وديرها كلها بسقلي ودير تنبات لأنها تبارك الله كنعرف الناس الشمال كيبغيو اللبسة تكون متقلة وتكون معمرة بالحجر وتكون فتخيطها بالشهوة ديالها وبالنسبة للجليبات ديال المليفة أولا القفاطن اللي بغات نعم تخيطهم لون في اللون بواحد السفيفة واحد الزايري والعقيدة تنازلين تلتحت. نمشوا هاد المرة من بعد يسرى من طنجة باش غادي نتواصلوا مع حبيبة على الخط معنا من طنطان. أهلا بك حبيبة. السلام عليكم اختي زهره. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. عافاك اختي غير بغيت نسول لالا خديجة. أيه. عندي واحد المناسبة ديال اختي في هاد العطلة ديال شهر واحد إن شاء الله. وعندي واحد الثوب اللون ديالو في كوغاي. كوغاي أيوه. وهو ثوب حرير خفيف. والوريدات ديالو منه ماشي مختلفة. بغيت نديرو قفطان واش يصلح لي ولا ما يصلحش؟ قلت لي الثوب خفيف ورقيق. هو ما كيبينش ولكن حرير طايح. نعم وقلت لي عندك المناسبه في شهر واحد. ان شاء الله. يعني الا كنتي هذا الثوب يعني باغياه وعاجبك غتضطري انك ديري واحد القفطان شويه غليظ من التحت لان غادي تكون المناسبه عندكم في البرد. غديري قفطان شويه يكون ثقيل مثلا من واحد الكريب اللي غيكون ثقيل ولا تقدري ديري ميم تا ساتان دوشيس ديريه من التحت ماشي مشكل وديري فوق منه الحرير وتخيطيه بسقلي لان عندكم مناسبه كبيره غتخيطيه بسقلي اللي بغيتي سقلي صاري اولا سقلي بيض على حسب الغوف اللي عندك ديال ما قلتيليش واش فيه شي زويوقات بسقلي ولا وتوب عادي. لا لا ماشي بسقلي هو الزويوقات اللي منه بحال داكشي اللي كيكون في جوهره ولكن أيه. هو مش بيّنت يعني منه
ودابا حتى اللون باش غنخيطو انايا سمراء واللون باش غنخيطو ما عرفتش اللون لا غتخيطيه بسقلي غتخيطيه بسقلي صاري الكوغاي كيمشي مزيان مع السقلي صاري غادي ديرو سفيفات بسقلي صاري وعقيدات وغديري واحد الزويبقه في الجناب بجوج اولا تهبطي السلته وديري شويه ديال الحجر بغلاج وحزام يكون مواتي لنفس الخدمه وان شاء الله غادي تلقى فطان مزيان ورجعنا دائما على ميد راديو مرحبا بتواصلكم معنا او في انا ارقامنا دائما راهن الاشاره غادي نمشيو هاد المره باش نتواصلوا مع سعاد على الخط معنا من مدينه الدار البيضاء اهلا بك سعاد اهلا وسهلا كي دايره خديجه لاباس عليك مرحبا بلاله سعاد مرحبا بكم على خير الله يبارك فيك مرحبا الحمد لله الله يجازيك بخير عندي واحد السؤال للاستاذه خديجه عندي اختي واحد الثوب ديال جوهر ابيض وشويه شفاف وبغيت نخدمه بالراندو ما عرفتش شنو اللون اللي ندخل فيه على اساس ان هاد اللون هادو ما ناخذهمش على انني ما نبلش عروسه وما نبلش وحده نفسها ولا نعم باش نستافدوا باش نستافد منه نقلبسو على الدوام نعم سعاد نجاوبك شكرا لك سعاد تواصلتي معنا تفضلي لاله خديجه سعاد غادي دير قفطان الجوهره هاد المره ما غنخرجوش غنخرجوا على اللون في اللون غنديروا لها قفطان صومو الجوهره اللي عندها في البيض وغتخدمها بالبيض والصومون ودير فيها شويه ديال السقلي فهنا غادي تلبسها وتخرج بها وما غاديش تبان العروسه لا في سلوال بزاف ديال السيدات لاله خديجه كيبغيو ديك اللبسه ما تكونش غير المناسبه وحده باش تبقى تستافد منها وتلبسها مره اخرى لكن غنصوبوا حاجه ونعلقوها غير المناسبه ديالها فما كاينلاش نمشيو هاد المره لاله خديجه لسؤال من عند ام حمزه كتقول لك البنيته ديالي العمر ديالها 16 سنه واللون ديالها قمحي وبغيت لهاج ان شاء الله شي جلابه للعيد العيد المولد النبوي الشريف هي كتسولك على اش من خياطه دير في هذه الجلابه بالنسبه لبنيتها عمرها 16 سنه نعم غدير لها تخيطها بالتزيري وعقيدات وطريزه وحده في الجنب يا اما في اليسار او لا في اليمين ويكونوا فيها شي 4 ولا 5 تلوينات بالطرز الرباطي باليد ودير لها شي حجيرات الى لا لاله خديجه علاش كنقول لك ما كنبغيش كتقول لي ابتسام ام حفصه ممكن نشوفوا شنو لابسه لاله خديجه اليوم حاجه عاديه ولباس ان شاء الله نوضعوا الصور وغتشوفي شنو لابسه لاله خديجه اليوم ابتسام ام حفصه وحتى ام كوثر وكل المستمعات الكريمات لما كنقول في البدايه ديال الحلقه تبارك الله عليك لاله خديجه راكي انيقه اليوم كنكون متأكدة انهم غيطالبوني بالصور من بعد غادي نمشيو هاد المره لسؤال اخر كذلك كان من عند مستمعه كريمه اللي هي خديجه فخديجه كتسولك كتقول بغيت نعرف من عند لاله خديجه واحد التوب وهي بعثات بالصور مشكوره قالت هذا هو اللون ديالو فهي كتسولك هي كانت بغات تعرف غير شنو تدخل في الالوان ديال الخياطه وسولاتك على حتى الشكل ديال الخياطه كيفاش يكون خديجه من مدينه اكادير هذا التوب بغيت نعرفو شنو اللي بحال هو مليفه قالت انه مليفه مليفه نعم فهاد التوب كراميل تخدمو باللون في اللون وإلا بغا تزيد تزيد عليه شويه ديال المارون قهوي هادي إلا بغا تدخلو القهوي في سينو تخدمو باللون في اللون غيطلع هائل واخا نمشيو هاد المره لسؤال اخر كان من عند المستمعه الكريمه اللي هي ورده ورده كتسولك لاله خديجه على جلابه ان شاء الله المناسبه ديال العيد ولكن بغاتها دو بياس ما بغاتش غير جلابه فسولتك شنو التواب اللي غتاخذ بزوج هي بغات تعرف غير النوعيه ديال الاتواب جلابه ديال جلابه وقميص من الكريب الكريب كريب دو شين ولا دير فوق الكريب دو شين ولا الكريب دغا اولا الكريب دو سوا ودير من التحت كريب جورجيت تخدمهم براندا ولا تخدمهم بخدمه المعلم ولا تخدم واخا نمشيو هاد المره لسؤال اخر من عند ام نور كتقول لك لاله خديجه هذا هو التوب اللي عندي مليفه غليظه شويه وبغات ديرها جلابه قصيره باش تلبسها مع لي بوت وتكون خياطه عصريه والفصاله حتى هي العمر ديالها 28 سنه ام نور فكتسولك اش من خياطه واش من فصاله دير ديرها ايفازي قصيره لان بغات تلبسها مع لي بوت وديرها كنقترح عليها ديرها بالبرشمان واخا ما ديرش الكتف طايح ولكن تخدمها بالبرشمان واخا نمشيو هاد المره لسؤال اخر كذلك كان من عند ام البنات كتسول لاله خديجه كتقول على انه البشره ديالها قمحيه الوزن عندها ما زايدش يعني وبالنسبه للقامه ديالها متوسطه عندها متر و65 فكتسولك لاله خديجه شنو النصيحه اللي تعطيها بالنسبه للالوان اللي تواتاو معاها واللي بغات شي حاجه اللي هي دارجه على الموضه الوان تكون دارجه على الموضه ولكن في نفس الوقت تماشى مع الوزن ديالها ومع اللون ديال البشره هي جلاب بغات جلالب اولا هي قالت بالنسبه جلالب نعم جلالب البشره ديالها قمحيه غادي تاخذ الالوان اللي شويه مفتوحين بحال الباج البرونكاسي الموف كلير الخضر تا هو كلير الالوان اللي مفتوحه كلها غادي تواتيها
واخا نمشوا هذه المره لسؤال اخر كذلك كان من عند المستمعه الكريمه اللي هي مريم من وجده كتسولك لاله خديجه على المناسبه ديال الخطبه فهي قالت غدير خطبه ولكن غتكون خطبه كبيره فكتسولك هي فكرت انها دير غير لبسه وحده وبغات شي لبسه اللي تكون عاطيه للعين نعم فبغات الاقتراح ديالك لبسه من الكريب جورجيت دو بيس وغتخدمها بالسقلي بيض وديرها بالزواق في الصدر وفي الظهر والحزام وديرها بالتنبات وتفصلها إما سيركولير ولا إيفازي دير لها إلا بغات إن بوتيت تخين فعلاش لا واخا نمشيو هذه المره لسؤال اخر من عند المستمعه الكريمه اللي هي عتيقه من مدينه اكادير كذلك كتقول لك لخديجه الله يخليك انا البشره ديالي قمحيه وعمري 24 سنه ودائما الجلال باللي عندي الالوان ديالهم مغلوقه دابا فكرت اني نفصل جلابه اللي تكون يكون لون ديالها موف وجلابه واحده اخرى اللي يكون لون ديالها بيج واش غادي يتواتوا معايا ولا لا العمر كيف ما قلنا 24 سنه وقات انا اللون ديالها قمحي وسولت على الموف مع البيج نعم الموف والبيج جوج الالوان غادي يواتيوها 100% ان شاء الله واخا نمشيو هذه المره في مكالمه معنا نجات على الخط من مدينه مراكش اهلا بك نجات وي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كنشكركم على هذا البرنامج كنستافدوا منه بزاف العفو نجات عفاك بغيت نسول خبيره الموضه مرحبا بنجات بغيت ندير لنا واحد السبع قريب في العائله بغيت ندير شي كسوة على شكل قفطان كسوة على شكل قفطان وبغيت نسول على النوع ديال الثوب ممكن نديرو انا فكرت بغيت اللون مارون ما عنديش هذا في المارون بغيت ندير اللون مارون وبغيت نعرف شحال ديال الثوب غادي يقدني بغيت نديرها وتجي واسع عملت حتى كسوة بحال هذوك نعم نعم واسع عملت قولي لي البشره ديالك كيفاش دايره بيضه انت بيضه نعم والطول ديالك واش غليظه ضعيفه في متر وستين وشوية عندي غير الأرداف شوية من تحت نعم نعم وبغيت نسول عفاك حتى على الصدر الصدر ديال الكسوة واش ندير فيه سفيفة ولا ندير فيه شي طرزة ولا شنو غادي نعم نجاوبك وبغيت الحزام ديالها بغيت يكون على شكل بابيون كيتعقد من اللور نعم نعم شكرا لك نجات نجات غادي خصك واحد 12 متر ديال الثوب كريب جورجيت رقيق غديري منه بياسات بجوج الفوقانيه والتحتانيه وهاد الكسيوه اللي بغيتي اللي غنفصلو على حساب لبسه كسوه غادي نفصلوها سيركولير وغتكون عندها القطعه في لاطاي سيركولير يعني 6 متر في القشره الفوقانيه و6 متر في القشره التحتانيه فبطبيعه الحال ملي كنفصلوا السيركولير راه ضروري كيبقاو لينا القمه ديال الكمام والقمه ديال الصدر الفوقاني ضروري غادي ديري فيها القطعه في لاطاي باش تجينا بحال شي كسوه كيف ما بغيتي وغادي تجي ايفازي مزيان كيف ما كنقولوا كلوش مزيان ب6 متر الايفازي وغادي نجيو الفوق غادي نديروها جوست كور غتكون لاصقه مزيان على لو كور ديالنا وغادي نديروا الكميمات وبالنسبه للخدمه غنحاولوا نخدموها اما بخدمه المعلم ولكن نحاولوا ندخلوا فيها البيرلاج الحجر باش تبان لنا بحال شي كسوه بغينا نديروا السفيفه لا توش ماروكان ضروري نديروا السفيفه والعقيدات نديروا غير الصدق ايه وبالنسبه للحزام اللي بغات بابيون فنعم تقدر دير بابيون غادي ديروا بالستراس ولا غادي تاخذ واحد التوب راه كيتبع هو كله الستراس وتقطع واحد الطريف وديروا بابيون وتحزم به على حسب باش خدمتها واش بسقلي صاري او لا بسقلي بيض فهنا غتكون دارت لبسه كسوه بالصحه والراحه شكرا لكل الشكر لاله خديجه الحجوجي خبيره الموضه ومصممه الازياء شكرا لك دائما كتجاوبي وكتفيدي كل المستمعين والاوفياء ديال البرنامج شكرا العفاف وشكرا الطاقم التقني اللي كيرافقنا دائما وتيبرع لنا بهاد الفاك الله دويسكات المختارين وشكرا للمستمعين والمستمعات واللي ما قبلتلوش الخط هاد المره يحاول وانا راه الاشاره ان شاء الله نجاوب على الاسئله ديالكم الله يخلينا على خير يا رب امين ودائما كنتمنى لك ان شاء الله الصحه والعافيه لخديجه الحجوجي حنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم.